Bonjour à tous. Donc, comme on avait déjà vu la séance précédente, nous avons vu la lecture de la carte topographique, ay qira'at al-kharita topografia. Mais au cours de cette séance-là, inshallah, ghadi nchoufou la représentation du relief sur une carte et la réalisation d'un profil topographique, yani تمثيل التضاريس على الخريطة وإنجاز جانبية توبوغرافية. دونك أول نقطة غادي نطرقوا ليها هي لا ريبريزونطاسيون دي ريليف سور ان بلون دو لا كارت. دونك أول حاجة عندنا Le relief du terrain est dessiné sur la carte par des courbes de niveau. يعني رسم هاد التضاريس يتم رسمها عن طريق منحنيات المستوى يعني على مستوى الخريطة. سطروا لي على هاد منحنيات المستوى هي اللي اول حاجه خاصكم تفهموها دونك لي كورب دو نيفو منحنيات المستوى كتعريف سون دي ليني ايماجينير بلاسي سور اون كارت دو جيوغرافي كي جواني توس لي بوين سيتوي على ميم التيتود يعني منحنيات المستوى اي لي كورب دو نيفو عباره عن خطوط خياليه كتواجد في الخريطه الجغرافيه هاد الخطوط كتربط جميع النقاط الموجوده والتي لها نفس الارتفاع Donc, le principe de construction des courbes de niveau, يعني مبدا بناء منحنيات المستوى بغينا نعرفوا يعني كيفاش نديروا نقدروا نرسموا هاد منحنيات المستوى Pour comprendre la représentation du relief par les courbes de niveau, il suffit d'imaginer une montagne découpée en gradins et de la survoler par la pensée. يعني باش انكم تفهموا تمثيل التضاريس بواسطة منحنيات المستوى يكفي انكم تخيلوا واحد الجبل مقسم الى طبقات بحال كيف ما كتشوفوا في هاد التصويرة. Donc voilà une méthode simple pour mieux comprendre comment vous pouvez construire des courbes de niveau. Donc هاد الطريقة كتمكن ليكم باش انكم ترسموا منحنيات المستوى هذه طريقه بسيطه تقدروا ميم نتوما ديروها في الدار دونك كيسكو فوز اوري بيزوان دو غتحتاجوا لسميتو دومي بوم دو تيغ نصف قطعه ديال البطاطس مع دو زيغوي ابرتين غير باش تشدوا ديك القطعه دونك نحاولوا نقراو بروميير ايتاب لا باز دو لا ترونش ا اي سي تو ا اون التيتود دو 0 سنتيمتر سي دو لا ترونش بي ا 1 سنتيمتر اكسيتيرا يعني القاعده أو الشريحة رقم A نتوما كترقموه ما تنسوش ترقمو A B C D دونك دائما القاعدة ياك خاص تكون بواحد الارتفاع ديال 0 سنتيمتر لكن الشريحة رقم B خاص تكون يعني بعيدة عليها بواحد 1 سنتيمتر aussi ainsi de suite الشريحة رقم C 2 سنتيمتر etc donc deuxièmement placer le relief sur une feuille de papier base A au contact de la feuille يعني غتوضعوا هاد التضاريس على ورقة دائما القاعدة ا خاص تكون كتلمس الورقة دونك نفس الشيء في لا دوزيام ايتاب تراسي لو كونتور دو لا باز دو لا ترونش ا لانها التيتود 0 دونك اش غديروا غترسموا واحد الدائرة ديال القطعة ا اللي عندها الارتفاع صفر في لا ترويزيام ايتاب انليفي لا ترونش ا اي بروسيدي دو لا ميم فاسون افيك لا باز دو لا ترونش بي فو تراسري اون دوزيام كورب لانها لالتيتود 1 سنتيمتر اش غديروا غتحاولوا تحيدوا القطعه ا وتتابعوا بنفس الطريقه مع القطعه بي ومن بعد ترسموا واحد المنحنى ثاني اللي عنده الارتفاع 1 سنتيمتر فوالا فينالمون كونتيني افيك لي زوتر ترونش اون اوبتياندرا انسي اون ريبريزونطاسيون دو ريليف سور ان بلون سي لو برينسيپ دو لا كارت توبوغرافيك دونك تحاولوا تكملوا بنفس الطريقة بالنسبة للآخر بالنسبة للقطع الآخرين وصافي في الآخر غتحصلوا على التضاريس الممثلة على الورقة هذا هو مبدأ الخريطة الطوبوغرافية دونك من بعد ما تعرفتوا على منحنيات المستوى ثاني حاجة تعرفوا عليها هي ليكوي ديستونس أي تساوي البعد ليكوي ديستونس هي لا ديستونس فيرتيكال سيبارون دو كورب دو نيفو يعني تساوي البعد التعريف ديالو هي المسافة العمودية ياك اللي يعني تفصل بين منحنيي المستوى جوج منحنيات المستوى دونك اي بو فاري دون كارت ا لوتر ان فونكسيون دو ليشيل و دو ريليف كارتوغرافي يعني هاد تساوي البعد وهاد ليكوي ديستونس كتختلف من خريطه لاخرى اعتمادا يعني على السلم وعلى تضاريس Principe de calcul de l'équidistance noté le plus souvent E est égal. Donc, غالباً ما فاش كنبديو نحسبوا هاد ليكويديستونس كنقولوا E تساوي. Donc, على سبيل المثال غادي تاخذوا معايا هاد الخريطة اللي كتشوفوها هنايا. كتلاحظوا كاين هنايا 100, 150, 200, 250. Donc, حنا فاش كنديروا أول حاجة ليكويديستونس كنقولوا بلي كتساوي
هنايا كنقولوا بلي او كتساوي 50. علاش 50؟ لانك تلاحظوا بلي الارتفاع كيتمشى ب 50، من 100 زائد 50 يعني 150، 150 زائد 50 هي 200، 200 زائد 50 250 اكسيتيرا. دونك الارتفاع كيتمشى ب 50. دونك هنايا كنجيو كنقولوا ليكويديستونس كت دو غير او، كنكتفيو نكتبوا او كتساوي 50. دونك نحاولوا نتعرفوا على ثلاثه انواع من منحنيات المستوى. أول نوع courbe matrice. Elles sont dessinées en très fort épais qui sont identifiées par une notion d'altitude. Elles permettent de donner rapidement l'altitude d'un point. يعني هنا les courbes de matrice يتم رسمها في خطوط، يعني نقدروا نقولوا كتكون الخطوط ديالها سميكة، ثم يعني كتحدد عن طريق الارتفاع حيث كتسمح لنا بأنها تعطي لنا الارتفاع ديال شي نقطة بسرعة. Donc, ثاني حاجة courbe normale. Elles sont dessinées en très fin. يتم رسمها هي أيضا عن طريق خطوط يعني رقيقة. Courbe intercalaire. Elles sont dessinées en général en tiré. هاد النوع ديال لي كوب يتم رسمه أيضا يعني عن طريق خطوط متقطعة. دونك تاخدو لو دوكيمون، فوالا دوكيمون 2 باج 77 وغادي تشوفو. إذن اللي كيهمنا أكثر هي لا رياليزاسيون دان بروفيل توبوغرافيك، كيفية إنجاز جانبية توبوغرافية. فوالا هاد لي زيتاب اللي غادي تبعوهم، غادي نحاول نشرح إيتاب باغ إيتاب. دونك أول حاجة عندنا هاد الخريطة اللي غادي نخدمو عليها كوم بتيت إكزومبل بيان سور بو فوز إكسبليكي هاد المراحل ديال رياليزاسيون دان بروفيل توبوغرافيك. Donc, première étape, placez le bord du papier millimètre le long de l'axe AB. أول مرحلة شنو كنديرو؟ كناخدو الورق الميليمتري، كنوضعوه على طول هاد المحور AB. في حالة أن المحور AB أفقي، فحنا كنوضعو هاد البابي ميليمتر، كنوضعوه يعني بشكل أفقي مع القطعة AB. لكن في حالة كان أنكليني، يعني شوية عوج ولا مايل، بحال كيفما كتشوف هاد ليكزومبل، حنا كن يعني كنتبعوا هذاك الورق الميليمتري بارابور الاخر على بوزيسيون ديال ديك داك المحور ا بي. دونك كان مايل، كان ميلو تحنا الورق الميليمتري، كان اوريزونتال تحنا كنحطو بشكل اوريزونتال. Deuxième étape, tracez un axe horizontal sur le papier millimètre en respectant l'échelle bien sûr, et puis tracez un axe vertical en respectant l'échelle des altitudes. شنو كنديرو؟ كنرسمو واحد المحور افقي على الورق الميليمتري هذا، ومن بعد كنرسمو ايضا واحد الاخر، واحد المحور كيكون عمودي كيتعلق بسميتو بالارتفاع لي زالتيتود. دونك chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe cette ligne AB, marquez le bord du papier millimètre et indiquez l'altitude. حنا شنو كنديرو؟ اون فوا كنلقاو لي كورب دو نيفو، اي منحنيات المستوى، هاد الخطوط اللي كتكون رقيقه، اون فوا كنشوفو كتقاطع مع القطعه لا ليني مع المحور AB هذا، كحنا شنو كنديرو؟ بحال ليكزامبل اللي درت هنايا، درت واحد بيتيت اكس هنا في شاك كورب دو نيفو، كنميز يعني كنميزو بالالتيتود ديالو، يعني مثلا البروميير الاخر 100 200 اكسيتيرا، وانا كندير اكس باش نعرف بلي هادو دي كورب دو نيفو، باش يعني فاسيلمون تجيني ابري ندير الاسقاط. Après, reportez ensuite chaque point en tenant compte de son altitude. شنو كنديرو؟ هنايا نقوم باسقاط هاد النقط يعني في الورق الميليمتري مع احترام الارتفاعات. دونك باغ اكزومبل اول كورب، اول نقطه اللي درنا، اول كورب نيفو اللي درنا جايه في 150، دونك حنايا نقوم بالاسقاط ديالها على حسب الارتفاع ديالو. 150 غادي بحال هاك، 150 200 سا ديبون دي لي زالتيتود، مع الاحترام ديال هاد الارتفاعات بيان سور. Et puis finalement, relier les points entre eux. Donc, akhiran, شنو كنديرو؟ كنربطو هاد النقط بواحد الخط، يعني كنربطو هاد النقط وتنشوفو تنحصلو على الشكل اللي غادي يخرج لينا في الاخر. On n'oublie pas d'indiquer sur le profil topographique la localisation ouest, est, etc. Ou ainsi que le titre, bien sûr. Donc, في الاخر كاع ما كنساوش نديرو نسجلو على هاد الورق الميليمتري المعلومات الخاصة يعني بالتوجيه وليزالتيتود الارتفاعات عنوان الخريطة إلى غير ذلك.